نحكي كلمة حب، كثير من الناس فيكم رح يسكروا المباشر، رح يبعدوا، رح يغادروا الصفحة لأنه رح يستهتروا بالموضوع. أحدهم رح يجي يقولنا بلا حب بلا وجع قلب، وواحد ثاني رح يجي يقولنا موضوع مسخرة، وواحد رح يعتقد أن الحب هو فقط كلام مراهقين وكلمات عاشقين. أحبتي يا أجمل متابعين ويا رق بشر، تعالوا أقولكم اليوم بضع كلمات وعبارات، تعالوا أتشارك معكم الفكرة ووصلكم عبرة وتوصلوا لي عبرة وفكرة بتعليقاتكم ومشاركاتكم. هلو سول، مساء الحب والمحبة من راديو سول، معكم عبر الهاتف من اليونان هارون الرشيد. برنامجكم بيجي برعاية، بيجيكم البرنامج برعاية شركة سول للاستضافة وبرعايتكم أيضا. قبل تعريف ما هو الحب، ماذا تعني هالكلمة المعقدة المزدوجة المتشعبة المعاني، دعوني أقول لكم بعض أنواع الحب التي يعني أنا بفكر فيها شخصيا. هذا التعبير الشخصي، يعني ما جيت لكم من كتاب، ما جبته من كتاب ولا من علم، لذلك هذا رأيي الشخصي، وممكن تعلقوا لي برأيكم الشخصي كمان أنتم. قبل ما نبدأ في التفاصيل بدي أشكر فارس حمدان. فارس الله يعطيك العافية، ابن العم الغالي اللي علق مبارح وبيكتب إنه ما في أعظم من حب الأم. طبعا يا فارس بأيدك، وأنا معاك في هالكلمة. تحيتي بتكون لأم الغالية، لحبيبتي حبيب القلب الله يخلي ليها يا رب، أم الغالية تحيتي بتكون للوالد الغالي العزيز على القلب. يا أحبائي، حب الإبن لأمه والأم لإبنها واحد، اثنين حب الأب لابنه وبالعكس، ثلاث حب الأخوة والأخوات، حب الأقارب، حب أبناء البلدة، حب الزملاء والزميلات، حب الذات، حب الحبيب لحبيبته وبالعكس، حب الزوج لزوجته، حب الخطيب لخطيبته، حب الجد والجدة، حب المدرسة، حب المدرس للتلاميذ، حب الوطن والله. الحب يا أحبتي يا إخواني وإخوتي هي كلمة لا يمكن أن تعبر عن جزئية أو عن جزيئة من أحاسيس نبضاتنا التي قد تنتج عند ذكر الحبيب أو تذكره. أحبتي يا أجمل متابعين، الحب علاقة تبادل، علاقة تبادل مبنية في معظم الأحيان على مصلحة، ممكن تكون على مصلحة خالصة، وفي أغلب الأحيان لا تكاد تخلو علاقة حب من مصلحة. فالطفل يحب والدته، الطفل بحب أمه لأنها تعطيه الحنان وتعطيه وتلبسه وتحميه. الأم مصدر الحياة، والأم مصدر النفس الذي نتنفسه نحن الأبناء. يحب الولد والده، أو البنت تحب والدها، لأن الوالد بيشعرنا كم نحن مميزون، بيشعرنا كم إحنا مهمين. بنحب والدنا لأنه رمز الأمان والاطمئنان، رمز الوجود، رمز الخير، رمز كل شيء في المكان. الوالد هو عبارة عن الحب، هو المحبة، هو الجدية، هو الرجولة، هو الصلابة، هو الصبر، هو الإحساس والأحاسيس، هو مركز كل شيء وعنده النهاية والبداية، وهو مركز كل شيء وعنده البداية وعند قدميه النهاية. الأب، الأم هما أعزائي الشخصين الوحيدين اللي بيحبونا بدون مقابل، بدون أسباب، برغم كل شيء، ولأي شيء يضحكون، ولأي شيء منا يضحكون، ليعبروا لنا عن اهتمامهم وحبهم ورعايتهم لنا. يعني على أقل شيء بنعمله بيضحك الأبو، بيبتسم، يعبر لنا عن إعجابه بشغلات بسيطة ممكن حد ثاني ما يشوفهاش، ما يعتبرهاش، ما يقدرهاش، ما يحسهاش. لما كنا أطفال كانوا يضحكوا لمجرد أننا تحركنا، حاولنا الكلام، أو حتى لمجرد الابتسام. عندما تعلمنا الحديث كانوا يظهرون ويتظاهرون، يبتسمون ويضحكون، وبلهفة وحنية وجمال قلوبهم لنا يفرحون لمجرد نطقنا بضع حروف لا تساوي حتى كلمة. متواصلين معكم في برنامجكم هلو سول برعاية شركة سول للإستضافة، برعايتكم أنتم
تحياتي لكم مستمعينا متواصلين. ثواني لنشوف إذا في أي تعليقات وأكمل معكم أحبتي إخواني وأخواتي. ديميتري أوريا آسف أنا سنكي كريغورا كان أحبتي إخواتي وإخوتي أخواتي وإخوتي. في مراحل حياتنا وعلى مدار أعوام العمر التي لم نحس ولن نحس أبدا كيف مرت على أمهاتنا وأبانا رعاهم الله وأدام عزهم ووجودهم وحبهم لنا يا رب، الله يديمه هالنعمة، الله يديم هالنعمة علينا. هذا أجمل حب وأروع علاقة، هي العشق، هي الغرام، هي العبادة، هي الاحترام. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أحبتي يا أجمل متابعين، حب الأخوة والأخوات هو جزء من حب الأم والأب، بل جزء من حب الذات. أختك التي تبكي لبكائك تفرح لفرحك كأنه فرحها وأكثر. أخوك الذي قد يحارب كل الكون، أخوك اللي راح يحارب كل الناس ويعادي كل الناس لأجلك، من أجل ذكرك. ذلك الأخ الذي لو احتجت إليه ولو احتاجت الظروف سيعطيك عيناه، سيمنحك كل ما يملك وما لا يملك. يقولون أحبتي أن التوأم مربوط فكريا عاطفيا بأسلوب ما يحس أحدهم ألم الآخر وفرحه. أنا يا أحبتي هون بدي أعرضكم شوي وأقولكم أنه مش بس التوأم كل الأخوة والأخوات ممكن يحسوا ببعض، ولكن بحاجة أنه إحنا نفعل هذه الأحاسيس، هذا الإحساس، هذا الشعور الملائكي الذي منحنا الله إياه، شعور الحب والعاطفة الأخوية التي تميزنا عن كل المخلوقات. الحب يا أحبتي ليس شعورا في القلب، ورمزية ربطه بالقلب ليست إلا رمزية وطريقة لتبسيط وتسهيل شرحه وإيصاله كفكرة. الحب هو العقل، هو الروح، الحب هو النبض، هو الهواء، هو النقاء، هو المياه، هو الوجود. لا تجامل أحبب أولئك الذين يحبونك، لا تنافق ولا تقل كلمة أحبك أو أحبك في غير مكانها، فمع كل كلمة حب تستهلك من روحنا شهقة، ومن وجداننا فكرة، ومن كياننا عبرة، ومن سنواتنا لحظة. الحب هو عزيزي وعزيزتي أن تتخلى عن كل شيء وتأخذ كل شيء. الحب هو أن تسامح وتصالح وتوافق وتمانع. الحب أن تنبض، الحب أن تتنفس، الحب أن تفكر، أن تشتاق. الحب هو أن تسأل وتتساءل كيف حالهم أولئك من تحب، كيف أحوال أحبتنا، وكيف مزاجهم اليوم، كيف أصبحوا وكيف سيصبحون. الحب يا أحبتي هو أن أفكر طوال اليوم وكل يوم، أن تفكر طوال اليوم وكل يوم بحبيبك، بحبيبتك، بأختك وإخوتك. الحب هو أن ترفع الهاتف وتتصل، أن تتحدث مع أمك كل يوم ولو لدقيقة. فليس من الحب أن تنتظر عيد الأم عشان تحب أمك وتنشر على حساباتك الفيسبوكية كم أنت بار وكم أنت من الأخيار، وبالسيلفي مع الوالدة مع الهدية اللي جبت لها إياها وحملت فيها ألف جميلة. الحب عزيزي، الحب عزيزتي إنه تعبر عن الإنسانية، عن المشاعر، عن الحب، عن الأحاسيس اللي في قلبك لأمك، وكل يوم وكل دقيقة. زي ما أمك اهتمت فيك، زي ما أمك اهتمت فيك طوال عمرك، وكيف إنها لم تضعك على أحد الرفوف، كيف أنها لم تهملك طوال العام، وفقط في يوم ميلادك قد تطفئ لك شمعتين وهدية وابتسامة وسيلفي، ومن ثم إلى اللقاء في العام المقبل. لا، الأم ما بتعمل هيك، الأم بتهتم فيك كل دقيقة، كل لحظة، كل ثانية، على مدار عمرك، على مدار عمرها، حتى لو صار عمرك 70 سنة تبقى تنظر إليك ذلك الطفل المدلل. أحبتي متابعين راديو سول مباشر، مساء الخير لكم ومتواصلين معكم
ثواني قليلة وبرجع لكم، خلينا نشوف إذا في عنا تعليقات أو في حد شاركنا من مشاركاتكم وبنرجع لكم. هذا البرنامج برعاية شركة سول للاستضافة، شركة سول لاستضافة المواقع www.solwt.com. ديمتري، ديبراسي، دوسيمو، طبعا كل الحب لمحمود قلالوي. محمود الله يسعد لي اياكم يا غالين، حبكم الي واهتمامكم ومتابعتكم، هذا حب، هذه اعظم هديه ممكن احصل عليها. يا ريت تبعثوا رابط الحلقه يا محمود، تبعثوا رابط الحلقه للاب لامي وابوي، وتبعثوا رابط الحلقه للجميع، يا ريت يا ريت. طيب، الحب أن تحب حبيبتك، خطيبتك، زوجتك، ليس بعدد الهدايا والخواتم والذهب، ليس أن تحضر لها مكنة كهربائية، مكنسة كهربائية وخلاط أو جلاية صحون، ليس أن تحضر لها الملابس التي شاهدتها في إحدى المجلات أو في إحدى المحلات أو حتى على جسد إحدى السيدات. الحب يا عزيزتي، الحب يا عزيزي، هو أن تصونها ولا تخونها، أن تذكرها في غيابها كوجودها، أن تكتم سرها وعيوبها، أن تفكر فيها طوال اليوم، وحتى وأنت في أبعد الأماكن، حتى وأنت مسافر، إنك تحضر لها في على البيت نفس الطعام اللي أكلته مع أصحابك، مع زملائك في العمل، لأنك تحب أن تشاركها كل شيء، أن تجلس عند المساء وتخبرها عن يومك وتقول لها حكاياتك وهمومك وأفكارك وطموحاتك وأحلامك كما يفعل المراهقون والعاشقون. الحب عزيزتي، الحب عزيزي، هو أن نضع مخافة الله بين عينينا فنصون اسم أحبتنا وحبهم وذكرهم. الحب أن تحب زملائك في الدراسة والعمل، وأن تنافس بإخلاص وتتعاون وتنجز وتقدم المشورة والنصيحة، وأن تتميز في عملك ودراستك. الحب يا أجمل متابعين وأروع بشر، أن تحب زميلتك في العمل كما تحب أختك، وكما تحب زي ما بتحب أن الناس يحبوا أختك في العمل. يعني ما بتحب حدا يضايق أختك، ما بتحب حدا يحرج أختك، ما بتحب حدا يزعج أختك، ما بتحب حدا يستغل أختك. بالمقابل لازم تكون أنت مع زميلاتك بنفس الطريقة. الحب يرعاكم الله، أن تحب لأخيك وأختك وزميلك وزميلتك ما تحب لنفسك. أما الحب عندي اليوم، الحب إلي أنا شخصيا، أنا الحب عندي إلكم إنه أحبكم مستمعيني ومستمعاتي، أن أبذل جهدي لكي أحضر لكم حلقة برنامج تعجبكم، حلقة برنامج يعني يكون فيها شيء مهم، أحترم وقتكم، أحترم عقلكم، أحترمكم بكلامي، نعطيكم شيء مفيد، إنه يكون البرنامج مغزى ورسالة. الحب هو أن أشتاق لكم وأنتظر لحظة بلحظة المرة المقبلة التي سوف أحدثكم بها. الحب يا غوالي من جانبكم أنتو، هو أنكم تقوموا بمشاركة الحلقة، إبداء الإعجاب باللايكات، لتعبر عن حبكم بتعليق، لتعبروا بحبكم عن تعليق، بحبكم بتعليق، لتعبروا عن حبكم بتعليق على الحلقة. العبرة أحبتي إنه لابد إن نعبر عن مشاعرنا وأحاسيسنا، إن نتعلم كيف نخبر أحبابنا بأننا بنحبهم، إن نقوم ونقول للأم أحبك يا أمي، بحبك يا أمة، قول للأب بحبك يا أبا، قول للأخت بحبك يا أختي، قول للأخ بحبك يا أخوي، العم للعم للخال والخالي أحبكم بحبكم. ليس عيبا، مش عيب إنه نعبر عن حبنا لحبيبتنا، لحبيبنا، لأخونا، لأختنا. بس العيب وين؟ العيب إنه والمخجل إنه ما نستعمل غير كلمة بحبك أو بحبك بس في العلاقة ما قبل الزواج، وبعد الزواج ببضع شهور بضع سنوات تتلاشى كلمة أحبك ونستبدلها بكلمة شو طابخة اليوم. يا رعاكم الله وأسعد لي كل أوقاتكم، مساءكم محبة وأمل، مساءكم حب ومحبة، بحبكم، بحبك عزيزي المستمع، بحبك عزيزتي المستمعة، بحبك، بحبكم متابعين ومتابعات راديو سول، وبشرفني حبكم ومتابعتكم.
لصفحتنا وبرنامجنا. كان معكم في برنامج هلو سول مباشر هارون أبو عرا هارون رشيد برعاية شركة سول لإستضافة المواقع. شركة سول لإستضافة المواقع www.soulwt.com، وبإمكانكم طبعا البحث علينا من خلال الجوجل، من خلال محركات البحث، بس اكتبوا شركة سول للإستضافة أو شركة سول لإستضافة المواقع، هتلاقونا إن شاء الله في بدايات البحث، وإحنا نكون جاهزين إن شاء الله. وبسوق لكم خبر مهم جدا، الآن بإمكانكم حجز نطاقكم الفلسطيني لعملكم بشكل شخصي، لمصلحتكم، لشركتكم، لمحلكم، لأي شيء بدكم إياه، نطاق شخصي، نطاق فلسطيني اسمك .ps، ممكن تحجز اليوم من شركة سول للإستضافة. بإمكانكم الدخول على موقعنا وبحث عن النطاقات المتوفرة وتحجزوها في بأقل الأسعار، وحملة خاصة لأهلنا بفلسطين، نطاقك فلسطيني مع الإصدافة مجانية لمدة عام فقط $50. مساء الخير لكم، هالبرنامج برعاية شركة سول للإصدافة. إعجاب، تعليق، مشاركة وادخلوا السحب على إصدافة موقع إلكتروني مقدمة من شركة سول soulwt.com. مساء الخير لكم، ودقيقة نشوف إذا في أي تعليقات قبل ما نختم البرنامج. ديمتري، بذيتك طبعا في نهاية البرنامج. آخر تعليق كان من أبوي الغالي رشيد أبو عرة، الله يسعد لي مساك يا أبوي، يخلي لي إياك يا مركز الحب، يا مصدر الحب، ويا مصدر الحياة، الله يخلي لي إياك دائما على راسي، وجودك دعم وشرف لي، يخلي لي إياك أنت والوالدي يا رب. مساء الخير لكم، وتصبحوا على ألف خير، إلى اللقاء.